السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم الإمام المهدي. هذه النقطة بالذات قد اختلف فيها المسلمون اختلافا كبيرا، ضاربين عرض الحائط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نهانا فيها عن تسمية الإمام المهدي، حيث قال في الحديث: من سماه فقد كفر. فالسنة قد اختاروا له اسم محمد بن عبد الله، والشيعة يقولون أنه محمد بن الحسن العسكري، وتضاربت أقوالهم وكلاهما في ضلال بعيد. ونحن نتحدى جميع الفرق والطوائف سواء سنة أو شيعة أو غيرهم من الذين فرقوا دينهم شيعا وأحزابا، وكل حزب بما لديهم فرحون، أن يأتوا بحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإمام المهدي بشكل صريح وواضح، وهيهات هيهات أن يجدوا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اسم المهدي ليس محمد. ويوجد حديث عن الإمام أحمد يقول فيه: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. صدق رسول الله. لكن هذا الحديث تعرض للإدراج، فأضافوا له واسم أبيه اسم أبي. وليس هذا فحسب، بل الأدهى والأمر أن هناك مهزلة حقيقية وجريمة كبرى في حق اللغة العربية ارتكبها علماء آخر الزمان وأئمة المسلمين في تفسيرهم لمعنى التواطؤ، ولا نعلم إن كان هذا عن قصد منهم أو عن غير قصد، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يواطئ اسمه اسمي، وهم يقولون أن اسمه محمد، فأي تناقض هذا؟ رغم أن الحديث أكبر دليل على أن اسم المهدي ليس محمد، ومن لديه شك فليبحث في قاموس اللغة عن معنى تواطؤ، وسيجد أن تواطؤ لغة معناه توافق وليس التطابق، كما أراد الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وأبسط مثال على ذلك عندما نقول تواطأ عمر مع خالد لضرب مصطفى، فلا يصح هنا أن نقول تطابق عمر مع خالد لضرب مصطفى، بل نقول توافق أو اتفق عمر مع خالد لضرب مصطفى. ولو كان رسول الله يقصد أن اسمه محمد لقالها بصريح العبارة: اسمه محمد بن عبد الله. وحتى لا نذهب بعيدا حول موضوع التواطؤ، نجده مذكورا في القرآن الكريم في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والمعنى لهذه الآية كما بينه لنا الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هو أنهم يريدون بالنسيء أن يتوافق الشهر الأخير في السنة الميلادية مع شهر محرم للسنة الهجرية. فبما أن شهر محرم يعتبر بالنسبة للمسلمين آخر الأشهر الهجرية وهو من الأشهر الحرم، فهم يريدون أن يجعلوه متوافقا مع رأس السنة الميلادية كي يحتفلوا فيها بظلالاتهم وأعيادهم التي لا تخلو من المحرمات، وبهذا يضمنوا إبعاد المسلمين عن دينهم وتضليل الذين يتبعون الشهوات منهم جيلا بعد جيل. إذن التواطؤ يقصد به التوافق وليس التطابق. وما يزيدنا تأكيدا على أن اسم المهدي ليس محمد هو أن الإمام المهدي ليس نبيا ولا رسولا، ولم يأتي بدين جديد أو كتاب جديد، بل هو الناصر لدين الله الحق ولمحمد رسول الله. فإننا نجد أن اسمه يختصر لنا مهمته، كونه يأتي ناصرا لجده محمد عليه صلوات ربي وسلامه. والكثير للأسف الشديد قد فتنوا أنفسهم بالتركيز على الاسم، رغم أن الحجة ليست في الاسم ولا في الصورة أو رنين الصوت، بل في سلطان العلم. ولنا في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال ودليل، حيث أنه مذكور في الإنجيل باسم أحمد، ورغم ذلك لم تكن هذه حجة للذين صدقوا به من النصارى،
في عدم التصديق بخاتم الأنبياء والمرسلين، ولم نرى أنهم اعترضوا على الاسم كونهم أدركوا أن البرهان الحقيقي هو في العلم وليس الاسم. تصديقا لقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، صدق الله العظيم. فقد صدقوا أنه نفسه النبي الأمي المكتوب عندهم، لأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قد حاجهم وألجمهم بالعلم إلجاما وليس بالاسم، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فعلم أولو الألباب منهم أنه هو الحق. إذن كيف يستطيع أن يأتي بهذا القرآن برغم أنه أمي ولا يتلو قبله من كتاب؟ وقال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، صدق الله العظيم. فلا تفتنوا أنفسكم بالاسم، وهلموا جميعا لموقع الإمام المهدي منتدية البشرى الإسلامية والنبأ العظيم، حيث تجدون موسوعة من البيانات فيها من العلم ما يدهش عقولكم، ولا تحرموا أنفسكم من هذا الفضل العظيم. أسأل الله أن يجعلكم من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.